إذا للحديث عن إعلان ميليشيا سرايا التابعة للصدر فتح باب التطوع لانضمام عناصر جديدة لها ودلالاتها في هذا التوقيت تحديدا، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم، لكن يعني هل من باب الصدفة أن تعلن ميليشيا سرايا في هذا التوقيت تحديدا بأن تفتح باب الانضمام إليها وزعيمها يخوض نزاعا سياسيا مع الإطار التنسيقي؟ سيادة العميد حياك الله. أهلا بك سيد الكريم. أخي مقتدى الصدر، يسير وفق سياسة التقلب والتغيير في المواقف ومشاهدة ردود أفعال خصومة، وهذا يجري طبعا بحسب الموقف السائد وقوة وضعف خصمه. ذلك هو ليس من باب الصدفة، بل هي رسائل تحمل في طياتها تهديدات سياسية وأمنية تندرج تحت عنوان الصراع على السلطة. فهو بهذا البيان أو التصريح يلوح الخصومة بأن خيار السلاح ليس ببعيد، بعد أن رأى طبعا وبحسب تصوره بأن الإطار التنسيقي مصر على موقفه. لذلك هو يذهب مقتدى الصدر للخيار الأساسي الذي يمثل الوجه الحقيقي للميليشيات، وهو التلويح بالسلاح. وفي ذات الوقت هذا التصريح هو خطوة في رفع القدرة القتالية العددية لسرايا السلام في محافظتي ديالى وبابل، خاصة هذه المحافظات ذات نفوذ ميليشياوي لمكونات الإطار التنسيقي المتمثل بالعصائب وبدر وحزب الله والنجباء والخرساني. سيادة العميد، ولكن يعني كيف يمكن بهذه السهولة لميليشيات أن تعلن عن فتح باب الانضمام لها؟ هل تعتقد أنها حصلت على ضوء أخضر أو حصلت على ترخيص حكومي بذلك؟ وكيف للحكومة أن تقبل بهذا الإعلان؟ هي لا تحتاج إلى ترخيص. العراق منذ احتلال عام 2003 في يومنا هذا يعيش داخل مثلث إرهابي رؤوس أمريكا وإيراني والميليشيات، وما تسمى بحكومة المنطقة الخضراء أو سلطة المنطقة الخضراء عبارة عن مسميات لمناصب ليس لها واقع فعلي على الأرض، لأنها جاءت من توافقات الأحزاب التي تضم في ثناياها هذه الميليشيات الصفراء. ولو كانت هنالك سلطة فعلية تمثل الدولة لما تجرأت هذه الميليشيات على أفعالها وإرهابها في الوقت الذي هذه الميليشيات تعتبر هي إحدى تشكيلات التابعة للقائد العام للقوات المسلحة. ولكن من يوافق لهذه المناصب منصب رئيس الوزراء وغيره يكون أحد مخرجات فوضى السلاح، لا يمكن له أن يقف بوجه هذه الميليشيات أو يحد من سلوكها. إذا لدينا سلطة حكومة معسرة حزبياً ومتعددة الأقطاب أمنياً وفاقدة لمفهوم السياسة والقيادة والتحكم والقرار، ومن هنا نرى أن سلاح الميليشيات فوق سلطة الحكومة ويتحكم في قراراته، بل يرسم استراتيجياته الداخلية والخارجية ولا يحتاج إلى ترخيص لحركته أو نشاطه أو توسعه أو زيادة قواته وقدراته العسكرية. سيادة العميد، هذا الإعلان هل يؤكد أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين فرقاء العملية السياسية أيضاً؟ يعني هل هناك احتمالية التوجه إلى السلاح بشكل أوسع وواضح خاصة بعد موجة الاغتيالات السابقة؟ السلاح والسياسات أخي الكريم في العراق كلاهما يكمل الآخر ويسيران بخط متوازن، فلا سياسة دون سطوة ودخان السلاح ولا سيادة للسلاح دون غطاء سياسي. أما الحديث عن طريق مسدود بين فرقاء السلاح فهو يوم خلاف وانشقاق ثم يوم وفاق واتفاق، ولكن حصل تدمير العلاقة. ولكن من خلال التضحيات والاغتيالات التي جرت بينهما لا نستبعد أن ترتفع نسبة الاقتتال الخفي فيما بينهم، وقد يتطور إلى هجمات مناطقية هنا هناك قد تستهدف مقرات وقيادات لهذه الميليشيات. لكن في النهاية كلاهما مسيطر عليهم إيرانيا، ولا يمكن أن يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة من مرجعهم الأعلى خامنئي. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.